بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيب قلبي، قبل أن نبدأ حلقتنا اذكر الله وصلوا على الحبيب المصطفى علشان تكسب ثواب وأنا أكسب معاكم الثواب. حبيب قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان ده بيساعد الفيديو ينتشر أكتر وأكتر. ويلا بينا نبدأ قصتنا. فبيت في الصعيد كان قاعد راجل باين عليه الخوف، وشاب قدامه واقف متعصب جامد جدا، متعصب وعينيه كأنها بتطلع نار. كان واقف بيتعصب وبيقول: انت بتقول ايه يا راجل؟ انت اتجننت في عقلك ولا ايه؟ يعني ايه بنتك السنيوره هربت؟ انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ معناه الناس هتقول عليا ايه؟ هتقول عليا ان العمده مراته هربت قبل الفرح بكام يوم. عايز الناس كلها تجيب في سيرتي، عايز الناس كلها تقول عليا اني مش راجل ومش عجبت بنتك. ده انا عملت لكم كل حاجه، وانت جايب كل عين بيشحل حد بيتي وتقول لي خلينا نلغي الفرح؟ اصل بنتي سابت جواب وهربت؟ ده نقطع راسك وراس عيلتك كلياتها. يا عمده، انا عارف يا عمده ان الكلام ده غلط، وانك حقك تعمل اي حاجه انت عايزها دلوقتي فيني وفي ولادي وفي عيلتي كله، بس هعمل ايه يا عمده؟ ايه، البت خونت اخواتها وهربت. والله يا عمده لو اعرف مكانها لا هجيبها واقطع راسها قدامك وقدام الكل، بس انا ما اعرفهاش مكان. البت اخذت الذهب وهربت وانا ما اعرفش هي راحت فين. لانها قليلة الحياة، قليلة التربية، انا اصلا كنت بتجوزها علشان اربيها لانها اهانتني انا، بس هي هربت ودلوقتي انا مالي صالح. دلوقتي انا عايز اعرف هخرج من المشكلة دي ازاي قبل ما الناس تجيب في سمعتي وفي سيرتي. وهنا الراجل كان خايف على ولاده من العمدة جدا وخايف على عيلته، فبنته غلطت غلط كبير جدا، وفي ثانية لقى فكرة وقالها للعمدة. هو خايف للعمدة يرفض وقال: بص يا عمدة، أنا عندي الحل، إيه رأيك تتجوز بنتي سلمى؟ أهي توأم رمان ومحدش هياخد بال، ونبقى نقول إنك كنت طالب إيه سلمى وإنت هتتجوز سلمى. قلت إيه؟ مع إن أنت راجل مغبول في عقلك وعمال تقول كلام ملوش لازمة، بس للأسف أنا مضطرة أوافق على الكلام ده، مضطرة أوافق عليه علشان لو ما وافقتش عليه سمعتي هتبقى على كل لسان، والكلام الناس كتير قوي، وسيرتي هتبقى مالية البلد. للأسف أنا مضطر أوافق، بس لو حد من أهل بيتك طلع الكلام ده ولا قال عليه حاجة وقتها أنا هقتله بإيدي. ما تخافش يا عمدة، كل اللي أنت عايزه هيكون وعلى أحسن ما يكون كمان بالإذن. مش الراجل وهو خايف جدا وواقف زي ما هو، العمدة سيف نصر الدين اللي الكل بخايف منه ومن قسوته، وقال بغضب: تمام هربتي، بس برضه مش هسيب حقي وهاخده من خيطك وهخليها تشوف السواد والعيشة الهباب اللي بقوله عليها صحيح. أما في بيت الراجل روح، وأول ما روح مراته كانت قاعدة مستنياه برضه بخوف، شافته وقالت له بخوف: عملت إيه يا فتحي مع العمدة؟ وقلت له إيه؟ ده راجل شراني وأكيد مش هيعدل اللي حصل بالسهل، وبالذات إن الموضوع جاي على كرامته أكيد هيعمل مشاكل. قول لي عملت إيه؟ طمنا الله لا يسيجك. هعمل ايه يعني؟ الراجل لقيته بقولي ان هو هيطين عشيتنا وممكن يقتلنا كلياتنا، بالذات ان بنتك هربت ومن هنا لهنا وانا خايف قدامه. قلت له يتجوز سلمى مكان لمهر، بس انا خايف على سلمى قوي لان انا عارف ده راجل قاسي وشراني واكيد مش هيعدل الرمال عملته بالسهل، واكيد هيحاسب سلمى على كده. الله يسامحها، بنتك هي السبب، لسانها الطويل من الاول هو السبب، لسانها الطويل اللي خلاها تطول لسانها على العمدة قدام الخلق وتهينه وخلاها يحطها في دماغه لحد ما طلبها للجواز، ودلوقتي أختها هي اللي هتدفع الثمن، ولو مش عملنا كده كلنا هنموت. يا مر يا مر يا مر، لا سلمى ده بتهش ولا بتنش، وهيوريها المرار الطافح. دي بنتي غلبانة ومش بإيدها حاجة ولا هتعرف تتعامل معاه. انت ازاي يا راجل انت تعمل في بنتك ده؟ ازاي تروح تقول له تعالى اتجوز البنت؟ يا مر عليك يا سلمى، كان يقتلنا احسن. وفجأة ظهرت بطلتنا واللي اسمها سلمى منهارة وبتعيط، هي ولمار اختها التوأم. بس سلمى بنت هادية جدا بطبعها، خلقها عالية جدا، ما بتحبش المشاكل، دايما في حالها. بصت لأبوها بعتاب وهي بتعيط، بصت له بعتاب وبوجع، ليه دايما بفضل اختها عليها؟ لدرجة لما اختها تعمل اي كارثة هي اللي تتحمل، وقالت له وهي بتبكي: ليه يا ابويا على طول بتفرق بيني وبين اختي؟ ليه دايما بتفرق ما بيننا؟ هي تغلط وانا احاسب، هي تغلط وانا اشيل، هي تغلط وانا
اللي اشيل كل حاجه ليه يا بوي؟ هي اللي غلطت ليه؟ انا اتجوز واحد هي اللي غلطت في حقه مش انا. ليه يا بوي؟ انا اتجوزه انا ذنبي ايه؟ ليه هتجوزه؟ قول لي يا بوي مره واحده بس، انا اتجوزه ليه؟ انا ماليش ذنب في اللي هي عملته، هي غلطت وهربت وهي اللي غلطت في العمده عشان كده صمم يتجوزها. يبقى انا ليش اللي حاسب على المشاريب؟ دايما كانت هي اللي تغلط، ودايما كانت هي اللي بتعمل كل حاجه، ودايما كانت هي اللي بتيجي علي وانت تقف في صفها لحد ما هربت وبرضه انت بتيجي علي. بس لا خلاص يا بوي، انا من النهارده مستحيل اوافق على المهانه والمذله دي، ومستحيل اوافق على جوازي من العمده. انا هقف وهقول لا، لاني مش انا العروس، مش انا اللي كل مره هحاسب على مشاريب غيري. قالت الكلام ده وجريت، قالت الكلام ده وجريت وهي منهاره وعماله بتعيط. الام بصت للاب بعتاب لانه دايما بيفرق، وقالت له عجبك كده؟ ياما قلت لك ما تفرقش بين البنات، ياما قلت لك بلاش تاخد صف واحده على حساب التانيه، اهي بنتك شايله ومعبيه جواها هم كبير وانت ولا فارق معاك. ليه كده يا فتحي؟ ليه هنيجي عليها؟ ليه؟ سلمى عمرها ما هتتحمل العمده ولا هتتحمل اللي هيعملوا فيها، ورغم كده انت علشان تنفد حالك وتنفد الولاد الصبيان وعلشان ما تخليش العمده يدور على مياه برضه خليت سلمى هي اللي تقع. ليه دايما كده؟ طب انا دلوقتي هقنعها ازاي ولا انت هتقنعها ازاي؟ انا مش هقدر اغصب عليها ان هي تتجوزه، حرام اللي بيحصل فيها كده. سلمى بنتك طيبه واي حد هي بتتعامل معاه بيخليها تدخل القلب على طول. قومي بس انت كده حاولي تقنعيها ان هي توافق وتعدي اليوم، وانا واثق ان هي والعمده هيعيشوا حياه مبسوطه وسعيده، بس خليها توافق. العمده لو عرف ان هي رفضته ممكن يقتلنا كلياتنا. قومي. اما عند بطلتنا كانت منهاره وعماله تعيط من ساعه ما طلعت اوضتها، وهي مش مصدقه ان كل حاجه بتيجي عليها هي، اختها تغلط وهي اللي تحاسب. كانت عماله بتعيط لحد ما لقت والدتها داخله وقاعده جنبها. والدتها اول ما شافتها كده سكتت، فهي بتحب ولادها كلهم سوا ومش هتقدر تيجي عليها. اما هي ساعات في امها وقالت لها بوجع اكيد ابوي بعتك يما علشان تقنعيني ايه ان اتجوز العمده وان اشيل الحساب كله، وان اختي يمكن عملت كده لانها خايفه زي كل مره بتعمل فيها حاجه غلط والمفروض ان انا اللي اشيلها بتيجي تقنعيني. ليه يما انت وابوي مش بتحبوني كيف ما الله مهر؟ ما انا وهي توأم، بس انا في حالي عمري ما اذيت حد ولا جيت على حد، بس هي دايما كانت بتاذي الناس وبتيجي عليهم. مش ذنبي يما، ابويا اكيد دلوقتي بعتك تاثري علي علشان اتجوز العمده، بس المره دي لا، المره دي مش حاجه على نفسي علشان خاطركم، المره دي هقف مع نفسي وهقف لحالي، ولو حتى اضطريت اعمل زي ما بنتك اللي بتدلعوها طول عمركم عملت وهرب، انا بقول لك اهو يما انا مش هحاسب على مشاريب حد، مش هي تغلط في الناس وتجيل لي ادبها وانا اللي حاسب. انت عارفه ان العمده مش عايز بنتك حبا فيها، هو عايز يكسر مناخيرها الارض ويجيبها في تحت رجله علشان اهانتها ليه، وبس لازم انا اللي ادفع الثمن. لا هو الف لا، بنتك عملت كده كله مخطط عشان عارفه ان العمده هيجي يتجوزها وبعدها تاخد الذهب والفلوس وتهرب، وهي عملت كده وانتوا كنتوا عارفين هي بتعمل كده ليه. يبقى انتوا اللي تروحوا تقولوا للعمده وتصطفلوا سوا، بس اني لا يما انا لا هوافق اكل ليها بديله ولا هوافق ان اجي على كرامتي علشان خاطركم اكتر من كده. انا ياما دست على نفسي علشانكم، بس وانتوا ولا شايفيني، كل اللي شايفينه خيتي وبس. الام كانت بتسمع بنتها بكل وجع، ما كانتش عارفه تقول لبنتها ايه. فعلا هم دلعوا اختها بزياده لدرجه ان اختها بقت بتعمل اي حاجه علشان مزاجها وعلشان رغباتها، بس الام اتكلمت بوجع فهي خايفه تخسر عيلتها كلها قدامها. والعمده قاسي ويعملها وقالت لها انا عارفه دايما ان احنا بنيجي عليكي وان احنا دايما بنحاول نقف جنب اختك عنك، بس انت ما تعرفيش السبب. السبب ان احنا عارفين ان اختك مؤذيه دايما وبتعمل مشاكل، وخايفين في يوم تعمل لنا مشكله كبيره، بس احنا كنا عارفين ان انت مستحيل تعملي اي اذيه لحد ومستحيل تسمحي لحد يأذي ابوكي. أختك عندها استعداد تأذينا وتأذي الكل، وما عندهاش أي اختلاف ولا أي مبدأ إن هي كده بتأذي أهالها. ها أنا عارفة إن الكلام صعب عليك، بس أنت طيبة قوي ومستحيل تسمحي لحد يأذي عيلتك، علشان كده ما كناش بنخاف عليك، أنت لا بتأذي حد ولا حد يفكر يأذيك، بس أختك الله يسامحها
كانت دايما بتيجي على الناس، وكنا خايفين من أذاها للناس، علشان كده بنقف جنبها دايما رغم ان انتوا توأم. هي الا انك شخص مسالم والناس كلها بتحبك، وهي عكسك تماما، شخص مؤذي والناس كلها بتكرهك. انا دلوقتي يا بنتي جاي اقولك ان العمدة هدد ابوكي بينا كلنا وبأخواتك وبولادهم، ان لو مش الجوازة تمت هيقتلنا كلنا. انا مش عارفة اقولك ايه، بس اللي اقدر اقولك عليه ان انا خايفة عليك وعلى اخواتك وولادهم وحارمهم وعلى ابوكي، ومش عارفين نعمل ايه. بطلتنا كانت بتسمع امها وهي موجوعة ومقهورة من كل اللي بتسمعه، فهي مش عايزة تخسر اخواتها ولا حتى لسوين اخواتها. واخواتها هما اللي دايما كانوا بيدافعوا عنها وقت ما ابوها كان بيتضايق منها، ودايما كانوا بيقفوا في ظهرها، ودايما كانوا بيحبوها، ودايما كانوا بيحاولوا يعوضوها عن العجز والحنان اللي هي متناقصها من والدها. ونسوين اخواتها كذلك كانت عمالة تبكي واتكلمت بوجع وقالت: حاضر يما، روح جوي لابوي اني موافقة اتجوز العمدة، موافقة اتجوزه علشان اشيلكم من المشكلة دي ونحلها، واني موافقة اكون بديل توأمي اللي دايما بيوجعني في المشاكل، لانكم انتوا السبب بسبب دلعكم فيها. انا موافقة يما، لاني للأسف مش بايدي اي حاجة غير اني اوافق واسكت على الظلم اللي كل مرة بتعرضه منك انت وابوي، علشان خاطر احل مكان اختي واحل مشاكلها. حاضر يما، انا موافقة. الام صعبت عليها بنتها جدا، كان نفسها تاخدها في حضنها وتطبطب عليها وتقول لها ان كل حاجة هتتحل، بس ما باليد حيلة. قالت لها بوجع: ربنا يبارك لنا فيك يا بنتي ويهدي لك دايما حالك، انا هقوم علشان ابلغ ابوك ونجهز كل حاجة، ونشوف نحاول نعوض حاجة من الفلوس والذهب اللي اختك خدته علشان نقدر نجهزك. مشيت الام وفضلت بطلتنا تبكي بوجع، مش مصدقة اللي بيحصل معاها، مش مصدقة ان اهلها حاطينها بديل لحل مشاكل اختها كلها. وبعد ما مشيت الام بدأت تبكي وقالت: انا هروح بيت العمدة واللي يحصل يحصل مهما كان الثمن، انا هحاول ادافع عن حقي، انا ما اذيتهوش ولا عمري جيت يمته، هي اللي اذيته الامار، وانا ماليش ذنب ان اشيل كل حاجة على دماغي. اما عند بطلتنا فاستحبت بالراحة وراحت على دوار العمدة، استأذنت ودخلت المنظرة. العمدة أول ما شافها كان متعصب جدا وفاكرها لمار، اتكلم وقال: أبوك بيقول هربت ليه؟ ولا دي تمثيلية رخيصة من أبوك عاملها علشان تنام على حتتين الصيغة وعلشان أرحمك. وهنا بطلتنا بصت له بوجع وبكسرة، أما هو حس إن مش قدامه نفس الشخصية قليلة الأدب ومنسان طويل، حس إن قدامه شخصية انطوائية جدا، مكسورة حزينة مغلوبة على أمرها. سمع صوتها ارتجف، كل حاجة فيه ارتجف، وهي كانت بتقوله: أنا عارفة إن أنت متضايق من اللي أختي عملته، ومن الضايق من اللي هي عملته فيك، أنا مش قادرة أقولك غير إن حقك تتضايق، وإن هي كانت تستاهل أكبر عقاب على اللي عملته معاه، لأن كانت غلط إن هي تعمل كده معاه، وبالذات إن هي حياتها كلها كده. بس صدقني أنا ماليش ذنب إن أحاسب على ده كله، أنا طول عمري بشيل أغلاطها، طول عمري أهلي شايفيني إني لازم أشيلها وأشيل أغلاطها، بس أنا تعبت، أنا بشر ومن حقي أرتاح، أنا مش عايزة أشيل أغلاط أي حد. أوعدك إني هشتغل وهجيب لك كل الذهب اللي هي أخدته والفلوس كمان، هشوف أنت عايز كام وأنا هديهملك، بس أرجوك بلاش تبوظ حياتي أنا على أخطاء غيري. هو أنت ينفع تحاسب على أخطاء أخوك أو ابن عمك علشان تحاسبني أنا على أخطائها؟ قلبه اتنفض من مكانه من صوتها الرقيق والهادي اللي بيبين قد ايه هي مكسورة وحزينة. وهنا كان ساكت جدا مش عارف يقول لها ايه، هي معاها حق في كل كلمة، وهي كانت بتبصله بعينيها، سرح في عينيها اللي كان كلها رجاء، بس بحاولش يبين ايه انه نخي ليها او ان هو انشد ليها، وقال لها بشدة: انا معاكي في كل اللي انت بتقوليه، مش ينفع احاسبك على اخطاء اختك، ومش ينفع ادمر حياتي، بس قوليلي ايه كرامتي قدام الناس لما عروستي تهرب وابقى اتهنت منها مرة واستغفلتني مرة وجرحتني مرة؟ انا عايز الموضوع ده ينتهي بأقل الخسائر، انا عارف انك مالكيش ذنب زي انا كمان ماليش ذنب ان اختك ابوكي مش عارف لا يربيها ولا يخليها تحترم الناس، علشان كده انا مش هقولك هتجوزك هنتقم مني،
مع اني انا كنت ناوي على كده، بس من ساعة ما شفتك وانا شايف انك عكس اختك جدا، والحزن باين في عينيكي، واعتذارك انا متقبله، بس انا عندي شرط، هو ان انت تتجوزيني لمدة 2 3 سنة لحد ما الموضوع يتنسي وبعدين نتطلق. اما بالنسبة للذهب فانا مش عايزه، اهم حاجة الموضوع يتلم. كان هو بيتكلم بجدية، فهو مش عايز يخسر سمعته قدام الناس، وهو فعلا قلبه بدأ يحنلها ويهدح عليها. اما هي اتكلمت بكثرة وقالت له: طب قول لي يا عمد، انت عمدتنا والمفروض بتحكم بالعدل بين الناس، فقول لي واحكم بينا بالعدل. انا ايه ذنبي اشيل غلط مش غلطي قدام الناس؟ طب اتحاسب على غلط مش غلطي ليه يا عمدة؟ هو كمان اتجوزك، انت مش يعيبك اي حاجة، بس ليه انا بعد 1 أو 2 أو 1 سنة اكون مطلقة؟ وانت عارف هنا في الصعيد المطلقة بيبقى كلام الناس عليها ازاي، بتتهان ازاي، وبتنجرح ازاي. قول لي يا عمدة، انا ذنبي في ايه او اخطأت في ايه علشان اشيل الهم والوجع ده كله جواتي؟ انا عارفة ان اختي اخطأت، ما بنكرش، لا اختي اخطأت، ووالدي للأسف دار على اخطائها كتير، بس يا عمدة انا ذنبي ايه؟ يا عمدة ارجوك بلاش تعمل معايا كده، بلاش تاخدني بذنبها ارجوك. انت عارف كلام الناس في الصعيد هنا على المطلقة، فانا وعدك ان انا هطلع كأني هي، واعتذر لك قدام الناس، واقول انك احسن راجل في الدنيا، واعمل كل حاجة انت عايزها، والدهب هخلي ابوي يبيع الارض ويجيب لك فلوس، كل اللي انت عايزه. بس ارجوك يا عمدة بلاش انظلم بالطريقة دي، الظلم بالطريقة دي حرام. انت عارف صعب الواحدة تعيش هنا في الصعيد وهي مطلقة، واللي هيرمي عليا كلام وهيوجعني انا مش ذنبي. العمدة كان جواه صراع بين قلبه وعقله، قلبه اللي بقوله شدها واخطفها من العالم كله، وعقله اللي بقوله اثبت ما تكونش ضعيف قدامها. وهنا هو حاول يتكلم بهدوء وقال لها: اسمعي، انا عارف ان الكلام اللي هقوله ده قاسي عليكي، بس انا اسف، انا مش هقدر، صدقيني مش هقدر ان انا اوقف الجوازه علشان الناس، وعلشان حتى سمعتك او سمعه عيلتك. خلينا نتجوز يا بنت الناس وربنا يحلها من عنده، وصدقيني انا عمري ما هكبرك على حاجه ولا هقلل منك، كفايه انك شخصيه محترمه وجيتي هنا واعترفت باخطاء اختك، وده يشفع لك عندي كتير، بس صدقيني انا مش هقدر اكتر من كده، مش هقدر ان اقولك نلغي الجوازه. اولا سمعتي هتبقى بين الناس والسيره، وكمان انت وعيلتك كلهم، وانت عارفه زي ما انت لو اتطلقت هيكون في كلام، لو مش اتجوزنا هيكون في كلام كتير، ويمكن يقولوا عنك وعن عيلتك كلام انا مش عايزه اقوله، في ناس هيكتشفوا ان اختك هربت، وساعتها اسم عيلتك هينضر قبلي. صدقيني اللي بنعمله ده هينفعنا احنا الاتنين، وخليكي واثقه فيا. تمام يا عمدة، اللي انت شايفه اعمله، انا كده كده وقلت لاهلي ان انا موافقه، انا كنت جاي يمكن اشوف معاك حل، بس الظاهر ان غلط ومفيش حل غير موضوع الجواز. عن اذنك يا عمدة. مشيت من قدامه وهي متضايقه ومخنوقه من العالم كله ومن اختها اللي حطتها في موقف يوجع. هاما هو بعد ما مشيت قال: هو انا ليه بعد ما اجت هنا واعتذرت لي ها انا ما رفضتش وقلت لها لا، وقلت لها ان هعملها باسوأ معاملة؟ انا كنت عايزة انتقم من اختها او منها، ليه اعمل كده واضعف قدامها؟ الظاهر البت دي هتخليني ضعيف قدامها وضعيف الشخصية، بس الظاهر هي عكس توأمها، كسرت عينيها والدمعة اللي فيها وجعتني. اما عند الام كانت قاعدة مع الاب وعمالة تقول له: عملت ايه في موضوع بيع الارض؟ عملت ايه؟ لازم تبيع حتة من الارض علشان نروح نجيب بيها حتتين صيغة لسلمى، ما هي الدلوعة ميار اخدت كل حاجة، اخدت الصيغة واخدت الفلوس اللي الراجل ادهنا للجهاز، ولازم نجيب لبنتك، ولا هنمشيها كده وهنكسر بفرحتها وخاطرها؟ مش كفاية هي مكسورة لانها هي بديل اختها وهتتحمل كل حاجة، ولا كمان هنمشيها من غير جهاز قدام الناس ولا حتتين دهب تلبسهم قدام صاحبتها واللي هيجوا يباركولها؟ ما تخافيش، انا عرضت الارض للبيع، ولو مش اتباعت هخلي اخواتها يجيبوا الفلوس اللي هما مدبجينها، وهجيب من الراجل اللي بيطلع بالفايز وامر الله مبلغ محترم لحد ما الارض تتباع، وهجيب لها كله. انا عارف اني باجي عليها ساعات،
بس ده لأن عارف إن هي هادية وفي حالها. أما التانية يلا أنا مش عارف إزاي توأم، سبحان الله في الشكل واحد بس في الطباع بينهم فرق السماء والأرض. أنا هجيب لها أحسن من الذهب كان جايبه للعمدة لأختها، وهجيب لها عفش أحسن من اللي العمدة كان ناوي يجيبه علشان بس تبقى سعيدة، مع إني عارف إني كسرت بخاطرها، بس ربنا يعلم أنا بحب وأنا خايف من الفضايح. ربنا يهدي الأمور والعمدة يكون حنين عليها علشان بس ما تحسش بالكسرة ولا بالوجع. يلا احنا هرجوم علشان نجهز كل حاجة. عدت الأيام ويجى يوم الفرح، وكانوا الأهل مجهزين لها كل حاجة. دخلت الأوضة وهي بتبصلها بضيق وبكسرة وبحزن، لأنها المفروض دي أوضة أختها وهي البديل. أما العمدة فكان ذكي جدا، فهم نظراتها والوجع اللي في عينيها والكسرة اللي شايفها، واتكلم وقال: اسمعي، الجناح ده بتاعي أنا، الجناح ده بتاعي أنا وإنتي. أنا الأول كنت هوضب لأختك جناح بعيد عني علشان كل الخدم يشوفوا إزاي أنا راميها، وإن أنا مش رايدها، وإن أنا جبتها بس علشان أكسر عينها، وكنت هنزلها من تاني يوم تشتغل مع الخدم علشان قلة أدبها علي. بس إنتي مرضي، وأنا مرضاش إن أي واحد من الخدم يقلل منيكي، لأنك إنتي مالكيش ذنب في كل اللي حصل. أنا كنت عايزة أتجوز أختك علشان أربيها وأكسر عينيها، ما خلاهاش تجيلي أدابها على حد بعد كده. بس انت مالكيش ذنب في كل ده، علشان كده انت هتنامي هنا معايا في الجناح، لان الخدم هيفهم السرير واسع، انت على طرف وانا على طرف لحد ما الامور تهدى، وبعدين كل واحد يروح لحاله. انا مقدرش يا بنت الناس اظلمك ولا اجي عليكي ولا اقلل منيكي قدام الخدم زي ما كنت قاسم اعمل مع اختك، علشان انت عزيزة وانت مالكيش ذنب، ولولا وضع عيلتك ووضعي ما كنتش مشيت الجواز. شكرا يا عمدة. انا مش عارفة اقول لك ايه، بس انت بجد شلتني من موضوع كبير او محرج. انا عارفة ان انت عامل ده كله علشان خاطر كنت تنتقم من لمار لما اهانتك، وشكرا ليك لانك مش دخلتني على نفس العفش اللي انت جايبه لها، لان ده كان هيبقى لي وجع كبير قوي. شكرا لانك عملت احتفالية واحترمتني قدام الناس، وخليت الناس تصدق ان الفرح ده فرح كامل. انا دلوقتي هغير وانام، وان شاء الله كل حاجة يحلها ربنا. عدت الايام وعدى شهرين على جوازهم، وكانوا في الشهرين دول هما الاتنين بيحسوا بمشاعر حلوة تجاه بعض، بس ولا واحد فيهم قادر يصارح التاني ويقوله على اللي جواه. وفي يوم بطلتنا تعبت، وكان العمدة المفروض لازم يروح يسافر القاهرة صد رد يعمل حاجة. في الوقت ده طلب من امها تيجي تقعد معاها. أمها فعلا إجت تقعد معاها وبدأت تتكلم وتقول لها: جوزك رن على أبوكي وهو خايف عليكي جوه، وقال لأبوكي إنك تعبانة وإن هو لازم يسافر القاهرة علشان عنده شغل وهيجي بالليل متأخر، وعايزني أجي أقعد معاكي وأهتم بوقتك. إيه يا بت، إنت حبلة ولا إيه؟ حبلة وخايفة تجوري لأمك؟ هو أنا هحسدك يا بت؟ أهو جوزك طلع أصيل وإجا قال لنا، وبنت بطني هي اللي ما جاتش ولا جارت ولا عادي. ليه يا بنتك ده؟ كنت قولين نفرح بيك. بطلتنا انصدمت من كلام أمها وما كانش مصدقه الكلام اللي أمها قالته لها ده. هو بصت قالت لها: انت هتقولي ايه يا ام؟ هعمل ايه؟ انا والعمدة ما حصلش بينا حاجة علشان يحصل حمل، انا لسه زي ما انا يا ام بنت بنوت. احنا افتكرنا ان احنا نفضل كده لمدة سنة وبعدين اتطلق علشان محدش يتكلم. انت عارفة هو كان راية الجوازة دي ليه يا ام؟ بعدين ما ينفعش يحصل بينا اصلا حاجه، ده المفروض كان هيكون جوز اختي. الام بصت لبنتها بصدمه وهي مش مصدقه كلام بنتها، وقالت لها بصدمه: يا هبل يا بنتي ولا جرك مخك حاجه؟ ايه الكلام الاهبل والعبيط اللي انت عماله تقوليه ده؟ ايه الكلام اللي مش يوكل عيش ده؟ ده جوزك يا هبل، جوزك، والمفروض تكوني معاه على طول، والمفروض تكوني جنبه. يا هبله، ده المفروض انت مش تبعده عنه واصل. ايه الكلام ده يا بنتي؟ المفروض انت معاه وتفضلي معاه وايدك بايده. ليه يا بنتي عماله تقولي الكلام دي؟ يا هبله، المفروض تجربي منه علشان مش تتطلقي، مش تقولي احنا متفقين على طلاق وبعدين تعالي هنا. هو انت هتلاقي زي العمده فين؟ هتلاقي راجل زيه فين؟ ده بيحبك يا هبله، ده انت لو سمعتي ازاي كان بيكلم ابوكي وبقول له ابعت مراتك تقعد مع سلمى عشان تعبانه، تقول انه هيتهبل عليكي. هي يا بنتي، يا بنتي راجعي نفسك قبل ما تتطلقي، كل الناس يتكلموا عليك
صدقيني هو بيحبك. طب انت بقى ما بتحبهوش؟ مش رايداه؟ بصت لأمها بكثرة، فهي بتحبه، يا بقت بتعشقه. ده بالليل بتستنى انه ينام علشان تقرب منه وتنام على كتفه، وهو من غير ما يحس يشدها لحضنه. هي كانت فاكرة كده، ما تعرفش ان هو بيكون حاسس بيها ومستنى اللحظة دي كل ليلة. بس هي ما تعرفش ده كله. اتكلمت مع امها بوجع كبير قوي، وجع عمرها ما هتنساه، وقالت لها بكثرة ودموع في عينيها: الله يما، بحبه بس اكتر من روحي وعمري وكل حاجة. بس خايفة يما، خايفة يكون هو اللي مش رايدني ومش عايزني. كل الحكاية انه عاوز ينتهي من الموضوع اللي خايتي دخلته فيه. انا بحبه يما، وخايفة اخسره في اي لحظة، لان ساعتها ممكن اموت، ممكن اموت بحسرتي وبقهرتي. بس هعمل ايه يما، هعمل ايه؟ صدقيني يما، ساعات ببقى هاين عليا اجري عليه واقول له اني بحبه وبموت فيه، بس خايفه. يا هبله ما تخافيش، ده راجلك، وهو اللي هيبقى سترك وغطاكي عني وعن ابوكي. هو اللي هيحميكي لانك شرفه وعرضه. وروحي واقعدي معاه لما يجي، وقولي له على كل المشاعر اللي انت شايلها له دي، ولو هو تقبلها تقبلها، رفضها يبقى يا بنتي انهي موضوع الجوازه دي بدري بدري قبل ما تتوجع. مع اني اشك انه يرفضها، صدقيني هيتقبل مشاعرك وهيحبك لانه راجل وهو يتحب. صدقيني يا بنتي، يلا يلا يا حبيبتي، قومي اعملي اللي بقولك عليه وان شاء الله خير. مشيت الام وسابت بنتها في توهة كبيره قوي، ما تعرفش التوهة دي مصيرها ايه. بس هي قعدت تفكر في كلام امها وفي كل حاجه امها قالتها، وشافت ان امها معاها حق. ليه مش تعترف له بكل حاجه؟ ولو هو مش عايزها يبقى خلاص، ولو هو عايزها يبقى في مشاكل كتير قوي اتحلت. وقررت بينها وبين نفسها ان هي تتكلم معاه، وقالت: انا خلاص فاض بي، ساعه ما يجي انا هتكلم معاه وهقول له على كل حاجه جواي. ورفضني رفضني، ما رفضنيش يبقى نعيش مع بعض. انا ليه لازم اخسر؟ ليه لازم اكون ساكته؟ هو جوزي وانا ما بعملش اي حاجه حرام ولا عيب. اما في البيت كان قاعد الاب وهو قلقان على بنته اللي من يوم الفرح مش راح لها علشان ما يشوفش الكسره اللي كانت في عينيها. هو اول ما امها روحت كان عاوز يسمع خبر ان هي حامل ويفرح ليها ان هي مبسوطه في حياتها. واتكلم وقال: عملت ايه؟ قوليلي، طلعت حامل والدنيا تمام معاهم ولا ايه الدنيا؟ ان شاء الله كله هيبقى خير. انا مرضتش اقول لها لما روحت ان اختها خدت الفلوس وسافرت بلاد بره وعايشه حياتها. سكت، بس انا واثقه ان هي حبته وهو كمان حبها. ان شاء الله كله خير. اوعى إيه في يوم تروح هناك وتجيب سيره لمار وتقول ان هي سافرت بلاد بره تكمل تعليمها بفلوس العمده زي ما هي عايزه، وهتتاقلم مع بلاد بره. بنتك دي ماتت خلاص. ما تخافيش، انا عمري ما كنت هجيب سيرتها. اديكي سمعتي لما قلت لها بنتي ماتت؟ خلاص صفحتها بالنسبه لي انتهت. هي كسرتني، كسرتني ووجعتني بهروبها. يمكن عملت قدامكم اني مش باين واني مش فارق معايا وان عاوز جواز من العمده يتم، بس انا كنت مكسور، مكسور بيني وبين نفسي، مش قادر اقول على اللي كان جوايا. بس ربنا يهدي الحال لسلمى. اما عند سلمى، سيف رجع بسرعه وخلص شغله بسرعه لانه كان خايف عليها جدا وخايف على تعبها اللي ظهر الصبح، وهو بصراحه بيشتاق لها جدا. وفي الوقت ده رجع وهو خايف عليها وقعد قبالها وقال لها: قولي لي انت عامله ايه دلوقتي يا سلمى؟ بقيتي احسن ولا تقومي تلبسي واخدك ونروح المستشفى يطمنونا عليكي؟ قولي لي انت عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه، ما تخافش عليا. بس اسمعني، انا كنت عايزه اقول لك على حاجه، وبتمنى انك تسمعني للنهايه وتاخد قرارك. صدقني صدقني يا سيف، انا ما كنتش قادره اتحمل العيشه اكتر من كده. انا كنت فاكره ان السنه هتعدي وخلاص هتطلق عنك وابعد، بس اكتشفت يا سيف ان انا بحبك قوي. اكتشفت ان انا ما اقدرش ابعد عن حضنك. سيف انا بالليل بسيبك تنام علشان اجي جوه حضنك وانت تاخدني في حضنك، بحس بالامان. انا بقيت تعبانه، انا عارفه انك اتجوزتني علشان تحمي سمعه عيلتكم وسمعه عيلتنا، بس انا يا سيف بقيت بحبك جدا، بقيت بحب كل حاجه فيك ومش عايزه ابعد عنك. وخايفه، خايفه لو اخسرك، وخايفه لما اخسرك اتالم. علشان كده لو انت يا سيف مش عايزني قولي، وانا مش هزعل منك صدقني، هراعي ده وهشكرك. بس يبقى نتطلق
علشان أنا مش هفضل أتعلق بيك أكتر وأكتر. قلت إيه يا سيف؟ سيف كان بيسمعها بكل هدوء وحب، فهو كان بيستني منها الكلمات ده. هو قال لها بعشق: هتصدقيني لو قلتلك إن أنا كمان حبيتك قوي؟ حبيتك قوي يا سلمى، بقيت مش عايز أبعد عنك. تعرفي إن أنا كل يوم بحس بيكي وإنت جاية تنامي جوا حضني، وإن أنا مش ببقى جاي لنوم، بس بعمل نفسي نايم علشان أحس بيكي وإنت بتشيلي إيدي وبتدخلي جوا حضني. ببقى في اللحظة دي عايزة أقرب منك أكتر، بس بخاف لأجرحك أو أقلل منك أو تفهمي أي حاجة إن أنا بجرحك أو بقلل منك. أنا بحبك قوي، بحبك ومش عايز أبعد عنك لحظة. النهاردة لما شفتك تعبانة كنت أنا اللي تعبان، تعرفي الشغل ولا عرفت أركز في أي حاجة لأنك تعبانة. أنا حبيتك وعايز أفضل دايما معاكي. وفي الوقت ده هو شدها وبدأوا هما الاتنين يدخلوا في علاقة كلها عش، حتى تصبح زوجته قولا وفعلا. وبعد ما يقارب ساعتين كانت نايمة على ستره وهو كان واخدها في حضنه، وهو كان بيقول لها بعيش: سعد يوم في عمري، تعرفي ان انا مبسوط قوي ان انت معايا وسعيد جدا. تعرفي ان انا كنت بتمنى اللحظة دي من زمان. انا اكتشفت ان انا بحبك قوي، بحبك لدرجة عمري ما كنت اتخيلها، ومش عايزك تبعدي عني لأي سبب من الأسباب. أنا عايز أنا وإنتي نفضل كده مع بعض، روح واحدة في جسدي. إنتي من ساعة ما دخلت البيت ده وأنا حبيتك، أنا كنت بقصد إن أخت ملصان طويل اللي أهانتني لازل لها مدال أختها، بس إنتي خطفت القلب. ودلوقتي أنا بحمد ربنا، تعرفي إن أنا ساعات بفضل أشكر في أختك إن هي أهانتني، عشان في الآخر القدر جمعني بيكي. أنا بحبك أوي يا سلمى، بحبك لدرجة إني مش عايز أبعد عنك لحظة واحدة، بس عايز كل لحظة في قربك أنت وبس. وأنا كمان بحبك أوي أوي أوي، ومش عايزة أبعد عنك ولا لحظة. أنا كمان بشوف إن أنا جزء منك وعايزة أفضل معاك على طول. في الأول كنت خايفة منك وبقول إنك قاسي وإنك أصعب راجل في الدنيا دي كلها، وإن مش هقدر أكمل معاك وإنت بالطريقة دي. كنت بقول إن أكيد إنت هتهني وإنك أكيد هتوجعني، بس من أول يوم اكتشفت إن أنا عايزاك إنت، عايزة حنيتك وهدوءك، عايزة بس إنك تنام علشان أجي أنام النومة دي ببقى مرتاحة أوي في حضنك، ومش عايزة أبعد عنك ولا عايزاك إنت تبعد عني. خليك واثق إن أنا بحبك وهفضل أحبك لآخر نفس فيا، ويمكن المثل اللي بيقول رب ضارة نافعة هو ده اللي حصل معايا. أنا كنت حاسة بالضرر بس طلع هو أكبر منفعة لي. أنا أريد وأنت تريد وهو يفعل ما يريد. بحبك أوي. حد هنا أحلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت قصتنا. قصتنا النهاردة بتتكلم للأسف عن أخطاء بنات كتير ما بكونش عاجبها العريس، أو بتطمع في حاجة تانية فبتهرب وبتجيب لأهلها العار. للأسف ده بيحصل كتير أوي في الجيل اللي احنا فيه. وللأسف برضو بنلاقي ان الاهل بيفرقوا بين الخوات لدرجة ان الخوات لما بيكبروا بيكرهوا بعضهم، وممكن اللي يقتل التاني بسبب التفرقة. عايز اقول لكم ان كل واحد فيكم مسؤول عن رعايته في كل حاجة. لو البنت هربت فهربت بسبب الدلع الزايد، لو البنت هربت فهربت بسبب التحكم الزايد، لو البنت هربت فهربت باسباب كتير قوي. مهما كانت الاسباب دي مش يحقلك ان انت تهيني اهلك بالطريقة دي، ومهما كان اللي انتوا بتعملوه الاهل غلط، عايزاكم كلكم تراجعوا نفسكم، لان للاسف الدنيا دي قصيره. الدنيا مهما جرينا عليها وعايزين ناخد منها، اخرنا كلنا راجعين للي اتخلقنا منه، راجعين للتراب، راجعين للي خلقنا، وهنتحاسب. الفتره في الدنيا دي اختبار. اللي بيكون عنده امتحان وعاوز يوصل لكليه معينه بيذاكر سنه كامله، وفي الاخر بيمتحن كام يوم ومن كل يوم ساعه. تخيل بقى انت في الدنيا امتحان علشان تفوز بالجنه، الجنة ونعيمها. بتمنى تحافظوا على امتحانكم، بتمنى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم بصحة وعافية.